بسم الله الرحمن الرحيم. ده الحقيقة كورس تقييم مشروعات منظور الائتمان المصرفي، دبلومة المصارف الفرقة الأولى، وفي نفس الوقت كورس دراسات جدوى المشروعات لدبلوم الاستثمار والتمويل الفرقة الأولى. الاتنين بياخدوه مع بعض. أنا كنت انتهيت مع الطلاب الحقيقة، اتكلمنا على مقدمة ما هي دراسة الجدوى وأهميتها، والدراسات الفرعية بتاعتها بتشمل الدراسة التسويقية والدراسة الفنية والدراسة الإدارية والقانونية والدراسة الاقتصادية الاجتماعية، ووقفنا عند الدراسة المالية اللي هي تعتبر آخر دراسة فرعية من دراسات الجدوى، واللي هي التركيز بتاعنا عليها. الدراسة المالية بيقوم بيها خبراء ماليين، بتنتهي بتقدير صافي القيمة الحالية باعتبارها أدق طريقة علمية لقبول او رفض المشروع او الحكم على جدواه، وان كان هناك طرق اخرى زي فتره الاسترداد ومعدل العائد الداخلي، ولكنهم اقل دقه رغم انتشارهم في الواقع العملي. الدراسه الماليه الحقيقه بتشتمل على تقدير التدفقات النقديه كاش فلوز، وهنا بننوه ان في ثلاث انواع من التدفقات النقديه لاي مشروع طبيعي. الأول هو التدفق النقدي التشغيلي السنوي الداخل، وده إن شاء الله هنقدره بطريقة بسيطة وإن كانت غير دقيقة، وهي مجموع صافي الربح المحاسبي زائد قسط الإهلاك السنوي. وهناك الاستثمار المبدئي، وده يعتبر تدفق نقدي خارج بيحصل مرة واحدة في بداية حياة المشروع، وبيتمثل في تكاليف الأصول الثابتة التي يحتاج لها المشروع من أرضه، مباني وآلات ومعدات وأساس نقل إلى آخره. بنفترض إن هو بيدفع بالكامل في بداية حياة المشروع، وبالتالي فهو قيمة حالية. والتدفق النقدي الأخير هو تيرمينال فاليو أو قيمة النهائية، وده تدفق نقدي داخل يحدث مرة واحدة في نهاية حياة المشروع، وهو ليس له علاقة بالتشغيل، وإنما يأتي من مصدرين مجموعهم أو أحدهما، اللي هو الأولاني صافي رأس المال العامل بتاع الدورة التشغيلية لما بيرجع وما بيخرجش تاني، زائد إذا كان موجود قيمة تخريدية للأصول المتبقية. أيضا الدراسة المالية بتشتمل على دراسة هيكل التمويل، مزيج التمويل المناسب، ملكية وديون، وتقدير تكلفة الأموال المرجحة، اللي هي بنرجح بنقدر تكلفة الملكية المرجحة بالنسبة بتاعة الملكية، ونقدر تكلفة الديون نرجحها بنسبة الديون، لأن تكلفة الأموال في الحقيقة تستخدم كمعدل خصم اللي بيستخدم في إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية، ومن ثم في إيجاد صافي القيمة الحالية. إذا طلعت موجب بنوافق على المشروع، لأن ده معناه إن هو بيغطي تكلفة الأموال وبيزود ثروة الملاك، وإذا طلعت سالب، إذا كان صافي القيمة الحالية سالب، نرفض المشروع، ده معناه إن هو مش هيغطي تكلفة الأموال، ومن ثم هيقلل ثروة الملاك. وإذا طلع زيرو يبقى مشروع حدي مارجنال بروجكت، ممكن يقبل وممكن يرفض تحت ظروف معينة حسب متخذ القرار. أيضا في الدراسة المالية بنقيس المخاطرة، سواء المخاطرة الكلية بالانحراف المعياري أو الفارينس، أو ممكن تبقى المخاطرة المنتظمة اللي هي بمقياس بيتا، ثم نأخذ المخاطرة في الاعتبار، يا إما إن إحنا نعدل معدل الخصم حسب درجة المخاطرة، كلما زادت المخاطرة نستخدم معدل خصم أكبر باعتبار إن معدل الخصم هو الحد الأدنى من العائد الذي يجب تحقيقه. والطريقة الثانية الحقيقة نعمل توزيع احتمالي للتدفقات النقدية المتوقعة من المشروع، بإن إحنا نعمل سيناريو أناليسز، ثلاثة أو أربعة أو اتنين سيناريو، نشوف نقدر التدفق النقدي وكمان احتمال حدوث كل تدفق نقدي، ويبقى عندنا توزيع احتمالي، وناخد القيمة المرجحة، يعني قيمة كل تدفق في كل سيناريو مرجحة باحتمال حدوث هذا السيناريو، وكما يطلق عليها في الاقتصاد الاكسبكتد فاليو، ده لا شك بيبقى أفضل. عايز أنوه خصوصا للطلبة بتوع دبلوم المصارف، إن اللي بيعد دراسة الجدوى تاني هو صاحب المشروع، مش بيعدها بنفسه. طبعا ممكن يعدها بنفسه لو هو خبير أو بيلجأ لخبرة
يشتري الخدمة دي، لكنه إذا كان هيتقدم لبنك عشان ياخد قرض مصرفي بالضرورة هيقدم لرص الجدوى اللي أعدها من ضمن المستندات للبنك، وخبير الائتمان المصرفي هيراجع دراسة الجدوى دي، يشوف دقتها، يشوف سلامة الافتراضات وواقعية الافتراضات اللي قامت عليها، يشوف كمان يتأكد من الاستثمارات اللازمة للمشروع وبالتالي حجم القرض المطلوب، ويشوف التدفقات نقدية وهل المشروع ده خصوصا لو كان طويل الأجل يقدر يسدد القرض ذاتيا، أما إذا كان مشروع قصير الأجل أو القرض بمعنى آخر قرض المصرف القصير للأجل فهيركز على السيولة. بكده انتهينا من الكلام النظري، هنعرض العملية في الحقيقة. هذه الحالة العملية بسيطة لأني أعلم أن جزء من الطلاب بتوع الدبلوم سواء دبلوم استثمار وتمويل أو دبلوم المصارف مش خارجين تجارة، وبالتالي ربما يكون أول مرة يشوفوا أرقام زي كده. دي دراسة جدوى قالت لنا ان مشروع استثماري عمره 6 سنوات والاستثمار المبدئي بتاعه 900,000 جنيه وهيكل التمويل بتاعه 50% ديون بسعر فايدة 10%، ده معناه ضمنيا ان الملكية 50%، المبيعات بتاعته 1,000,000 جنيه والتكاليف المتغيرة في الظروف العادية 55% من المبيعات والتكاليف الثابتة 150,000 والإهلاك بيتم حسابه بطريقة القسط الثابت ومفيش قيمة تخريدية للأصول في نهاية عمر المشروع، والضريبة اللي بيخضع لها المشروع أو الشركة التي تنفذ المشروع 40%، وبنستخدم طريقة صافي الربح زائد الإهلاك في تقدير التدفق النقدي التشغيلي السنوي. ولأخذ المخاطرة في الاعتبار قام الخبير المالي بعمل تحليل حساسية ولقى أن أهم عامل هو التكاليف المتغيرة، واللي هي لو الظروف جيدة هتقل مش هتبقى 55%، هتبقى 50% فقط من المبيعات، أما لو كانت ظروف سيئة هتبقى 60% من المبيعات. وقدر لنا تكلفة الأموال المرجحة 9%، وهنا بيطلب مننا أن احنا نساعد في اتخاذ القرار هل نقبل ولا نرفض المشروع وإزاي ناخد المخاطرة في الاعتبار. ده السؤال اللي الطالب لازم يجاوب عليه. عشان الطالب يجاوب على السؤال نقبل ولا نرفض المشروع لازم يقدر صافي القيمة الحالية. فالحل بيبدأ بالأول إعداد بعض البيانات اللي هتخش في الحل اللي هو موجود في الجدول اللي في السلايد التالي. على سبيل المثال بنجهز الفوائد بتاعة الديون عبارة عن حاصل ضرب ديون في سعر الفايدة، بنجيب الإهلاك السنوي عبارة عن الاستثمار المبدئي ناقص قيمة تخريدية اللي هي مش موجودة على عمر المشروع 6 سنوات، بنحط كل افتراض من الافتراضات الثلاثة للتكاليف المتغيرة في عمود، يعني هيكون عندي ظروف جيدة وظروف عادية وظروف سيئة، وبنحسب معامل القيمة الحالية. معامل القيمة الحالية ثابت اللي هو المدة، يعني جنيه بيتكرر لمدة 6 سنوات، يعني زي ما بنقول انويتي أو دفعة سنوية، ودي بنعملها على خطوتين. الخطوة الأولى 1/1 زائد معدل الخصم مرفوع لأس 6 بيديني قيمة أقل من 1 صحيح. بعد كده بدخل القيمة دي في معادلة تانية البسط بتاعها 1 ناقص القيمة اللي فاتت، كل ده على معدل خصم اللي هو 9% يديني قيمة. هذه قيمة في الحقيقة بتيجي من جداول القيمة الحالية، أو لو اشتغلت إن شاء الله في السوق بتقدر تجيبها بإكسل أو بتجيبها من حتى الساينتفك كالكوليتور او الفاينانشال كالكوليتور، لكن هي دي الاصل بتاعها. بعد كده بنعمل جدول. الفكره بتاعت الجدول ان انا كاني بعمل قائمه دخل محاسبيه علشان اوصل لصافي الربح، وبعدين اضيف الاهلاك اللي انا سبق وطرحته عشان اوصل للتدفق النقدي، وبعدين بكمل اجيب صافي القيمه الحاليه. الجدول ده عبارة عن 4 أعمدة، العمود الأولاني بنود، العمود الثاني ظروف جيدة، العمود الثالث ظروف عادية، العمود الرابع ظروف سيئة، وببدأ بالمبيعات بشيل منها التكلفة المتغيرة، وطبعا التكلفة المتغيرة بتبقى نسبة من المبيعات، بشيل كمان التكاليف الثابتة، بشيل قسط الإهلاك السنوي، ومديني ربح قبل فائض الضرائب اللي بيطلق عليه في المحاسبة أيضا ربح التشغيل، بشيل الفوائد يديني ربح قبل الضرائب، بشيل الضريبة اللي هي 40% من الربح قبل الضرائب،
يديني صافي الربح، بزود الإهلاك مرة تانية اللي أنا سبقه وطرحته، يديني التدفق النقدي السنوي، بضربه في معامل القيمة الحالية لدفعة متساوية على مدار 6 سنوات اللي أنا طلعتها 4.4859، بيديني القيمة الحالية الداخلة، بطرح منها الاستثمار المبدئي باعتبار أنه كله بيدفع الآن فهو قيمة حالية، يديني صافي القيمة الحالية طلع موجب في ظل الظروف الجيدة وظل الظروف العادية، ده معناه ممكن نقبل مشروع لأنه بيغطي تكلفة الأموال، يعني بيجيب عائد 9% وكمان بيزود ثروة ملاك، وطبعا لو ظروف جيدة أفضل من عادية. أما لو كانت ظروف سيئة فطلع صافي القيمة الحالية سالب، ده معناه إن هو مش هيجيب عائد أقل من تكلفة الأموال، أقل من 9%، ومن ثم بيقلل ثروة ملاك وبالتالي بنرفض. هنا في الحقيقة ممكن لمتخذ القرار يعمل مزيد من التحاليل وياخذ المخاطرة في الاعتبار، يعني على سبيل المثال ممكن يقيس المخاطرة ويستخدم معدل خاص قد يكون أكبر إذا هو شعر بمخاطرة أعلى علشان يبقى متحفظ أكتر. الطريقة التانية طبعا في كل سيناريو من الثلاثة دول، ظروف جيدة وعادية وسائحة، احنا طلعنا التدفق النقدي، لكن نحط احتمالات لحدوث كل حالة وناخد المتوسط مرجح بالاحتمالات، وده يكون أوقع ونبقى كده واخدين المخاطرة في الاعتبار بطريقة أفضل. بكده انتهينا، أتمنى تكون المعلومات دي مفيدة لأبنائنا الطلاب والطالبات، وإن شاء الله يحققوا نتيجة كويسة في الامتحان إن شاء الله. وشكرا ونشوفكم على خير إن شاء الله إذا قدر لينا في هذا السمستر إن شاء الله.